مدحونها سومالي لان موسى بيحي عبدي هيا ورسحاف دادو صوصا ريوحا وقلها وكلادا وقوكود بيياه مقعيضة تطبادو حبنو دي قد تقدو رشوينك سومالي لان لوصو مقع بيك دي ماركي اي دوان اسبدا عسلان كوميشن كي هوري وليكتدن ايا وحا وقلها وكلادا كقعو صديه ان ايا انسحيانا قد تقن كواسي وشيقي ان اي بوحيانا شروطه لغير ربي اي كاكمن نغالها يعني قد تقدو رشوينك وحانا ورسحاف دادك اسلو جدي مدحونها جمريدة سومالي لان موسى بيح عبدي سوغو كدولي لقاچين تايي هرقلنتا الرماها دو رشوينك غرانك سومالي لان وحاو ما انتا قلها وكلادا سومالي لان وقود بيهي بريكتا مدحوين ايا لغو جدي ورسحاف دادك اسي وعانا سيدو قلنتا اسلو قدرية سيدا هادلا سعوتانا وحا اسودا عسلي حبنه كوميشكا دورا شوينكا غرانكا سيدا سيدر تيد وحان هالكان كسو قد بنتونا تودباد حبنو دي لوصو حولينا نوغدانا كوميشكا دورا شوينكا غرانكا عصبا سيوا فاقسان قودب خشاني يتبنات فاقراد دي سافراد اي حيركا قودي دورا شوينكا اي ديوانقلن تعود بحياشا حبنها سيوا بحيا شروده حبن مدى كوميشكا دورا شوينكا غرانكا هادبا waxaan halkan ku soo gudbinaa ya xubnaha magacyadooda hoos ku xusan yihiin ee loo soo qalxulay komishanka doorashooyinka Soomaaliland xubnahan ayaa kala ah Muuse Xasan Yuusuf oo madaxweynaha Soomaaliland soo magacaabay Ahmed Ismaan Xasan ah oo isna uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Hussein Cabdi Cali waxa magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Yuusuf Maxamed oo laga soo magacaabay golaha guurtida Soomaaliland Fadume Ismaaciil Cabdi oo laga soo magacaabay قلها قورتيدا سوماليلان عبد عسيس حرس ورسامي او حسبيقا معارضك وداني سوامقا عباي اي ابراهيم آدان علي او حسبيقا عدا سوامقا عباي وحانا راجينا يا ان ادكا قدون دوتان واجباتكي ندستوريقا ايو مدحوينها سوماليلان كو سوقنا ندور صحافدات كاسي وصوصاريا او نغول كامي دي سوقا راي تلفشنكا سي بي اي